حضرتك متابع جورنال المال؟ اه طبعا، اول حاجه بقراها. ميرسي يا فندم. ايه راي حضرتك في اصدارات المال النهارده، الثلاث ملاحق اللي نزلوا؟ لا، ملاحق مفيده جدا وبتساعد الواحد وهو داخل المؤتمر، ان المواضيع ما طرحت في المؤتمر او تناقش في المؤتمر اوريدي بنتكلموا عليها في الملاحق. هل اصدارات المال المطبوعه بتفيد حضرتك في شغلك؟ اكيد طبعا، اكيد طبعا، باخد فيها الانديكيشن، رايح الاتجاه رايح فين، حركه الاستثمار متجهه في انهي اتجاه. تمام. ايه رايك حضرتك تحديدا في الثلاث ملاحق اللي صدروا النهارده الصبح؟ لا، النهارده الصبح يمكن ما جاش لي فرصه ان انا اطلع عليهم، فان شاء الله اطلع عليهم واقول لك وجهه نظري. ايه رايك سيادتك في اصدارات جورنال المال النهارده؟ لا يعني واضح ان في تغطيه كبيره جدا في هذا الاطار، واعتقد ان هي جهود متكامله من الصحافه الاقتصاديه للتركيز بشكل كبير جدا على المجهودات اللي بتبذل لاصلاح الوضع الاقتصادي والمالي والاستثماري في مصر، واعتقد دي دايما احنا بنعول بشكل كبير على الاعلام الاقتصادي لمساعده متخذ القرارات في تعريف الناس وتعريف المهتمين باهميه الامور الاقتصاديه والامور الماليه والاستثماريه في مصر. لا طبعا، نزلت انا متابعها وجميله جدا، لسه عارف انه معمول ابلكيشن كمان على التليفون، اعتقد حاجه جميله. ويعني الساده الصحفيين في جريده المال ما بيتاخروش ان هم دايما يعملوا السبق الصحفي يعني.